المشتري أكبر كوكب موجود في مجموعتنا الشمسية، لكن برغم حجمه الضخم ده هو أسرع كوكب بيدور حوالين نفسه وبينهي دورة كاملة كل 10 ساعات بس، وترتيبه الخامس من حيث البعد عن الشمس، وأطلق الرومان عليه اسم جوبيتر إله السماء والبرق. وكل 13 شهر بيقرب كوكب المشترى من الأرض جدا، فبيبقى مشرق وظاهر جدا في السماء. بعد المشترى عن الشمس بيساوي 5 أضعاف بعد الأرض عن الشمس، وعشان كده درجة الحرارة على المشترى منخفضة جدا، بتوصل ل 145 درجة تحت الصفر. المشترى عبارة عن كرة عملاقة من الغاز ملهاش سطح صلب، بتتكون بالأساس من غازات خفيفة هي الهيدروجين والهيليوم، وكمان بيدور حواليه 63 قمر، وده يعتبر أكبر تجمع للأقمار في المجموعة الشمسية. 4 من الأقمار دي اكتشفها جاليليو سنة 1610.